الفلسطينيين، والدليل ما نشهده على وسائل الإعلام من إطلاق نار وحرق للمنازل وقبض للسيارات والناس فيها وكل ما إلى ذلك. تم انتشار آلاف من الجنود وشرطي من حرس الحدود في مدينة الخليل للدفاع عن مواطنين الفلسطينيين من الذين يهاجمونهم. أريد أن أوضح، نتكلم عن العشرات من الشباب اليهود الذين هاجموا مدنيين أبرياء في الخليل، وهؤلاء المدنيين المواطنين الفلسطينيين في هذه المدينة تتم حمايتهم من قبل الجيش الإسرائيلي. أعتقد أنه كانت الحالة معاكسة، إذا كانت هناك دولة فلسطينية والعرب كانوا يهاجمون اليهود، لا أعتقد أنه الشرطة الفلسطينية كانت تحمي اليهود في هذه المدينة، ولكن هذا يعني أمر هامشي في هذا النقاش. يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي نأخذ أوامر المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء سيدي بإخلاء هذا البيت من المتشددين الذين دخلوا فيه. لا نتكلم عن المجتمع اليهودي في الخليل، الخليل مدينة مهمة جدا للديانة اليهودية، ولا نحن نتحدث في هذه المدينة، ولا نتكلم عن هذه القضية. يجب أن نأخذ هذا بعين الاعتبار ونأخذ هذا بشكل ونبحث هذا بشكل جدي وبدون تطرق إلى تصريحات سلبية لا تساعد أحد بكل ما يتعلق بالعمل. نحن فقط نتحدث عن هذا الصراع مع المستوطنين الذي تعرفه وتشاهده، وحتى الصحف الإسرائيلية تقول إن الحكومات السابقة كانت تخشى من المستوطنين ويجب أن تتخذ إجراء حازما. وأنا هنا أتحدث عنها أرس ويديعوت أحرنوت، ولا أتحدث عن مواقف فلسطينية أو غير ذلك. توجد هنا مشكلة داخلية سياسية إسرائيلية، توجد مشكلة بالتعامل مع مستوطنين في الضفة الغربية، قد هاجموا على فلسطينيين، كانت هناك قيود خلينا نقول ميدانية، لم تكن هناك كمية كافية من الشرطيين والجنود، ولكن رأيتم ما حدث على الأرض، رأيتم الصور من الخليل التي تم بثها أمسي، توجد هناك سياسة صارمة وحازمة للدفاع عن مواطنين الفلسطينيين الأبرياء من هؤلاء المعتدين، ونحن سنضع الحد لهذه الاعتداءات. هذه الاعتداءات ليست مقبولة على الجمهور الإسرائيلي أولا. ليست مقبولة، هذه مخالفة واضحة للقانون، وكل من يخالف القانون سيدفع ثمنه. طيب سيد حساسيان، الآن الجيش الإسرائيلي أو مؤسسة